السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاصة معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى، مباراة ودية استعدادا طبعا للدوري الإسباني أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، استعدادا للدوري النمساوي، ممكن يكون بيتلعب دلوقتي يعني. ريد بول سالزبورج النمساوي هيلعب أمام برشلونة الإسباني، مباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 أو 4 أغسطس 2021. المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، معادها الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ومعادها الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناتين، قناة الشارقة الرياضية دي في الشرق الأوسط، طبعا قناة إماراتية موجودة على النايل سات وموجودة على العرب سات. الشارقة الرياضية، معلق المباراة هو عبد الحميد الجسمي، ملعب المباراة ريد بول سالزبورج، كذلك قناة بارسا تي في أو قناة برشلونة الإسبانية، ومعلق المباراة أكيد إسباني. كذلك ممكن تشوف المباراة على موقع كورة لايف أو موقع على شوت، وفي تطبيق الماتش لسه موجود جديد ممكن تشوف عليه المباراة أيضا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. لا تنسوا توقع نتيجة المباراة في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.